بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مذاهب الفرق في مسمى الإيمان. مذاهب الفرق في مسمى الإيمان. فالفرق كثيرة واختلفت في مسمى الإيمان. هل يشمل الإيمان القول والعمل والاعتقاد، أم يقتصر فيه على القول، أم يقتصر فيه على الاعتقاد، أم يقتصر فيه على اثنين من هذه الثلاثة؟ أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله، منهم ما هو على الصواب، ومنهم ما هو مخالف للحق ظاهر. فلذا لا نقول رحمهم الله جميعا، وإنما نقول ذلك باختلاف الفقهاء رحمهم الله. الفقهاء يختلفون، الإمام مالك مع الإمام الشافعي مع الإمام أحمد مع الإمام أبي حنيفة مع غيرهم من الفقهاء يختلفون، ونترحم على الجميع وندعو لهم بالتوفيق. أما أهل العقائد فلا نترحم عليهم كلهم، وإنما نترحم على أهل الصواب. فأهل العقائد منهم الخوارج، ومنهم المعتزلة، ومنهم الجهمية، ومنهم الإباضية، ومنهم المبتدعة عموما كثيرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة والجماعة طائفة واحدة ما تتعدد، هم الذين على الكتاب والسنة، يأخذون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطرحون ما سواهما. أما أهل البدع فهم كثيرون وشتى، ومختلفون ومتفاوتون تفاوتا عظيما، وكلهم عندهم شيء من المخالفة، كلهم مخالفون للكتاب والسنة. لو جروا على ما جرى عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأفلحوا وسعدوا، لكنهم صاروا يتلمسون ويحكمون عقولهم ويرجعون إلى آراء سلفهم غير الصالح، وإلا لو رجعوا على السلف الصالح لأصابوا. فمذاهبهم ستأتينا، مذاهب الفرق التي في مسمى الإيمان. منهم من قال: الإيمان يشمل التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، وهذا هو الإيمان حقيقة، التصديق بالقلب، الإيمان بالقلب، والتصديق بالقول يصدق في قوله ويؤدي العمل، قول وعمل واعتقاد، هذا الإيمان الحقيقي، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
كلما زاد عمل الصالح، عمل المرء الصالح زاد إيمانه، وكلما نقص عمله نقص إيمانه. والمؤمن عرضة لزيادة الإيمان ونقصانه. والسلف الصالح عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم من علماء السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: هلما نزدد إيمانا. يقول: تعال نجلس شوي أنا وياك يزيد إيماننا. لا، جلسوا بدأوا يذكرون الله جل وعلا ويشكرونه على نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليهم بعدما كانوا متنافرين متباغضين، من الله عليهم بالهداية والتوفيق. هذا مما يزيد في الإيمان، هلما نزدد إيمانا. بعضهم يقول: يجب على المرء أن يتفقد إيمانه، أهو يزيد أم ينقص؟ لأن أحيانا يزيد الإيمان بالطاعة وأحيانا ينقص المرء بإيمانه بالمعصية. فأركان الإيمان ثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. القول بماذا يكون؟ باللسان، بذكر الله جل وعلا، والعمل قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد، هذا يزيد في الإيمان. واعتقاد بالقلب، يعتقد أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويؤمن بصفات الباري جل وعلا كلها. والعمل، العمل الصالح، الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين والحج وصلة الأرحام وهكذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يزيد في الإيمان. هذه الأركان الأربعة الثلاثة لا بد لها من ثبوتها عند المرء، إذا كانت موجودة فإيمانه كامل بإذن الله. ونقول إيمانه يعني هذا الواجب عليه، وإيمانه يزيد وينقص. قد تكون هذه الثلاثة عنده لكن إيمانه ينقص، يعمل بالمعاصي وهكذا ويبتعد عن ذكر الله. الإيمان أصله موجود لكنه ناقص، وأحيانا يزيد كلما اجتهد المسلم في الطاعات زاد إيمانه وزاد حرصه على الخير وهكذا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا إيمان أهل السنة والجماعة، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول وعمل واعتقاد. قول بماذا؟ بلا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلم العلم وقراءة القرآن والذكر، شيء يجري على اللسان. واعتقاد بالقلب، يعتقد أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعمل بالأركان، عمل بالجوارح، لا بد أن يعمل بجوارحه. لكن إذا قال التقوى ها هنا وأنا مؤمن، يقول أنا مؤمن، يقول صلي ابن حلال، يقول لا الصلاة ما أراني أصلي، لكن أنا مؤمن، وين إيمانك؟ أصلت ما تصلي، أنت فاسق وفاجر وعلى خطر عظيم في الهلاك، تودع للنار إذا مت، كما قال الله جل وعلا عن الكفار الذين يدخلون النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. شلون تزعم أن إيمانك كامل وأنك صادق في الإيمان ولا تصلي؟ لا بد من هذا.
قال قد يعرض عليه شبهة، يقول لنا مثلا أليس اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت ومات بعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام جهزوا أخاكم، قال جهزوا أخاكم، هذا أخوكم صح وهذا صحيح، قال طيب هذا ما صلى ولا صام، ماذا نقول له؟ هذا ما أمكنه ذلك، ما أمكنه، شهد أن لا إله إلا الله ومات، هذا يكفيه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى لكن ما حج، يقول ما أمكنه الحج، ما قدر عليه، ما زكى، ما عنده مال يزكيه، وهكذا. فنقول لا بد في الإيمان من هذه الثلاثة: القول والاعتقاد والعمل، من أتى بها أفلح، ومن لم يأتي بها أو لم يأتي ببعضها خسر، إلا إن لم يمكنه، لم يمكنه هذا معذور، أسلم في ذي القعدة وما بلغ الحج إلا وقد مات أو مرض أو افتقر أو ما يستطيع الحج، يقول ما كمل إيمانك، إيمانك ناقص لأنك ما حجيت، لا. وهكذا، ولا نجيد لأحد أن يشبه علينا أو يقول أليس كذا وليس كذا، لا، نقول لابد. يقول الأخرس ما يتكلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحكمون عليه بالكفر؟ نقول لا، لا نحكم عليه بالكفر، ما دام مسلم يصلي مع المسلمين، إن استطاع أن يأتي بالأركان فبها ونعمت، ما استطاع ما فهو معذور. رجل ما يزكي أبدا، ما يدفع ولا ريال في الزكاة، نقول نعم، إن كان عنده مال أجبرناه على الزكاة وأخذناها منه، وإن لم يكن عنده مال منين نأخذ زكاته؟ ما عليه زكاة، زكاة على المال وليس عنده مال. وهكذا أيها الإخوة، فأركان الإيمان ثلاثة: الإيمان الذي هو التصديق، والقول والعمل. وقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله، والإمام الطحاوي قصر في هذا كما يقول الشارح. الإمام الطحاوي رحمه الله قال: وأقرار باللسان والتصديق بالقلب. ما الذي حذفه؟ العمل، العمل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس العمل ركنا في الإيمان، ليس العمل ركنا في الإيمان، وإنما هو لازم لمن آمن أن يعمل، وليس ركنا في الإيمان، بل يكون مؤمنا وإن لم يعمل. نقول يكون مؤمنا إن لم يعمل إذا لم يمكنه العمل، كحال اليهودي وحال الرجل الذي خرج للقتال في سبيل الله. رجل لما سمع المشركين أنهم وصلوا إلى حدود المدينة ليقاتلوا أهل المدينة، وكانوا يعرضون عليه الإسلام بين حين وآخر فيأبى، لكن لما سمع أن المشركين جاءوا أخذته الغيرة والنخوة والعزة، قال ما يمكن أترك إخواني يقتلون، أبا أذهب أقاتل معهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره، فقال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ ثم أول أيه أول، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسلم ثم قاتل. إذا أسلمت ثم قاتلت نفعك قتالك وتكون شهيدا، وإذا لم تسلم وقاتلت صار قتالك نخوة وجاهلية،
وغيره على إخوانك وهكذا، ما ينفعك قتالك. والرجل لا يكون مجاهدا في سبيل الله شهيدا إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فقال له النبي: أسلم ثم قاتل. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخذ سيفه ودخل المعركة، وما خرج منها إلا مقتول رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. أجر أجر الشهداء، الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون، وما صلى ولا صام في ساحة المعركة أمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان العمل لا بد له منه إن أمكنه، وأما إذا لم يمكنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله والإيمان، قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان الجنان القلب، والتصديق بالجنان الجنان، وأفردها جنة، والجنان الجنان القلب. نعم، هذا هو تعريف، هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء، وهو يقتضي أن أعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان، بل وأعمال القلوب. بعض الفقهاء رحمة الله عليهم وهداهم الله يقولون: الإيمان قول واعتقاد، إذا قال واعتقد صار مؤمن، وإن عمل وإن لم يعمل. نقول: لا، إن عمل فهو المؤمن، وإن لم يعمل فلا بد من التفصيل. إن كان ما أمكنه العمل فلا بأس، ما أمكنه العمل لا بأس يكون مؤمن، أما إذا أمكنه العمل ولم يعمل يكون لا فاسق، ما هم مؤمن، هذا هذا يكون فاسقا. فعند بعض الفقهاء وخاصة المرجئة منهم يقولون: الإيمان قول واعتقاد، إذا شهد أن لا إله إلا الله بلسانه واعتقد بقلبي أن الله واحد أحد فرد صمد، وأن لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، يقول هذا مؤمن. يقول هذا بتفصيل: إن أمكنه العمل فلم يعمل فهو فاسق، ويدعى للصلاة فإن رفضها كفر، وأما إذا لم يكنه العمل فأمره إلى الله، فهذا معفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليهودي الذي كان استشار والده لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. كان شاب يهودي يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه ويجلس، وربما كان يؤذيه بعض الأحيان، فقده عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله إنه مريض، هذا الشاب الذي يأتينا بعض الأحيان هذا مريض. قال: هلم لزيارته، قوموا معي. يلا، فذهبوا الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يسلموا على هذا المريض ويزوروه زيارة المرضى، وهو شاب يهودي ما له سبر ولا قيمة ولا له جاه ولا له منزلة عند الناس، عشان قال يبي على منزلته عند الناس ويرضى، ما عنده أحد له حق إلا والديه. فدخل عليه عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة فزاروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم يا فلان خير لك. فرفع طرفه إلى أبيه كالمستشير له، شاور أبوه هل يسلم أو لا. قال والده: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، أنه يعرف أن أبا القاسم لا يدله إلا على الخير.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد هذا بدقائق مات، خرجت روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم: جهزوا أخاكم، هذا صار أخوكم. بماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يمكنه العمل. أما إذا أمكنه العمل وقال التقوى ها هنا والإيمان بالقلب وأنا مؤمن مصدق لكن صلاة ما أصلي، نقول صلي ولا قتلناك حدا أو كفرا، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم، هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء، وهو يقتضي أن أعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان بل أعمال القلوب، وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو هو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد يعتقد أن الله واحد أحد لا شريك له، وقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعمل صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك. نعم، أو هو قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره، وعمل وهو عمل القلب وعمل الجوارح. قال لنا الإنسان الإيمان قول وعمل، نقول صح، قول وعمل. قول ماذا تقصد بذلك؟ بس شهادة لا إله إلا الله باللسان؟ لا، يقول قول باللسان والقلب، وعمل باللسان والقلب، واعتقاد بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. قول وعمل، العمل لا بد منه، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه اللي ثبت الإيمان. نعم، أن الإيمان اعتقاد. فالإيمان يشمل كل هذه الجوانب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قول وعمل. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، حصر الإيمان بمن اتصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وجلت، وإذا تليت عليهم الآيات القرآن زادتهم إيمانا، زاد إيمانهم ورغبتهم في الخير، ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء هم الذين وصف الله بالإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه من أعمال البدن لا بد منها. نعم. وقال الله: في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وعقد وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم هنا؟ الصلاة، صلاة سماها الله جل وعلا إيمان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب للمدينة، هاجر للمدينة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام
بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، لأن بيت المقدس شمال، كان يستقبل القبلتين. لما هاجر إلى المدينة توسط بين القبلتين عليه الصلاة والسلام، صار إن استقبل الكعبة جعل بيت المقدس وراءه، وإن استقبل بيت المقدس جعل الكعبة وراءه، فكيف يصلي عليه الصلاة والسلام؟ فكان يرجو الله أن يحول إلى الكعبة ولا يستمر على بيت المقدس، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولوجهك شطر المسجد الحرام الآيات. فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، أول ما هاجر السنة الأولى والسنة الثانية استقبل بيت المقدس وهو يرجو أن يتحول إلى الكعبة، لأن الكعبة لم تكن قبلة لأحد في ذلك الوقت، وإنما كان بيت المقدس وقبلة اليهود والنصارى، فأحب أن يستقبل قبلة المسلمين الذين يؤمنون بالله اليهود والنصارى في ذلك الوقت، فاستقبلها وهو يتمنى أن يحول إلى الكعبة. فلما مضى 16 أو 17 شهرا حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إلى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني الآيات. فأنزل الله جل وعلا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان في خلال 16 شهرا المسلمون يستقبلون بيت المقدس. بماذا؟ بصلاتهم. ومات أناس على هذه القبلة، مات أناس من الصحابة رضي الله عنهم خلال 16 شهر هذه، وهم يتوجهون إلى بيت المقدس ولم يتوجهوا إلى الكعبة، فحزن لذلك بعض المسلمين، قالوا: إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالموت، إخواننا ما استقبلوا الكعبة، أليسوا مسلمين؟ أين تكون صلاتهم إلى بيت المقدس؟ فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما المراد بإيمانكم هنا؟ صلاتكم. ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم صليتموها لله جل وعلا وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لمن سبقكم من الأنبياء. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. الصلاة وهي أفعال ركوع وسجود وقيام وقراءة وإلى آخره، سماها صلاة إيمانا. هذا من الأدلة التي يستدل بها للسنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. هذا نسخ الله جل وعلا القبلة إلى بيت المقدس وأمر المسلمين بأن يستقبلوا الكعبة، فاستقبلوها بثلاث الآيات التي تأتي بعد هذا متوالية. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وعقد البخاري رحمه الله أبوابا عديدة في كتاب الإيمان من صحيحه ترجم بها لمختلف الأعمال: باب الجهاد من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. البخاري رحمه الله صاحب الصحيح،
البخاري رحمه الله ما كان يضع حديث في صحيحه حتى يتطهر ويصلي ركعتين ويستخير الله تبارك وتعالى، هل يضع هذا الحديث في الصحيح أم لا؟ فكان إذا ارتاح لذلك وضعه، وإذا لم يرتاح لذلك لم يضعه، فكان يعتني بالأحاديث. ولهذا قيل أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري، ثم يليه مسلم رحمه الله. البخاري رحمه الله صحيحه أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فكان رحمه الله يبوب على أبواب الفقه وأبواب التوحيد والعقائد، فيقول: باب من الإيمان الجهاد في سبيل الله، باب الإيمان من الإيمان الصلاة، باب من الإيمان الصيام، وهكذا. فهو على مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. ويروى عنه أنه قال للإمام أحمد، لأنه من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، البخاري تتلمذ على الإمام أحمد، فقال: أحب أن أعرض عليك عقيدتي، فما كان صوابا فأقره، وما كان خطأ فأخبرني أعدل عنه. فأقره رحمه الله كلما قال. الإمام البخاري من تلامذة الإمام أحمد، والإمام البخاري صاحب الصحيح، والإمام أحمد صاحب المسند، مسند الإمام أحمد. لكن في الصحة صحيح البخاري أصح من مسند أحمد رحمة الله عليهما، وأحمد شيخ للبخاري رحمه الله تعالى. وعقد البخاري رحمه الله أبوابا عديدة في كتاب الإيمان من صحيح، ترجم بها لمختلف الأعمال باب الجهاد من الإيمان، يعني حط وضع عنوانها للإيمان لمختلف أنواع الإيمان: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ترجمة يعني الباب الأول، باب كذا باب كذا، هذه يسمى الترجمة. باب الجهاد من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. ومن الأحاديث الجامعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان، هذا دليل على أن هذه الأعمال منها ما هو يقوي الإيمان وقوي، ومنها ما هو ضعيف الإيمان صاحبه. الذي لم يغير المنكر بلسانه ولا بقلبه ولا بفعله، هذا لا يعتبر عنده شيء من الإيمان. وإذا غير المنكر بقلبه وإن سكت عنه بلسانه وعمله، فهذا أضعف درجات الإيمان، التغيير بالقلب. فمثلا المرء رأى منكر، نقول: غيره بلسانه، بيدك أزله، أزاله مثلا، نقول: أحسنت. ما أزاله بيدك، قال: ما أقدر. نقول: غيره بلسانك يا أخي، تكلم على صاحبه وانصحه وحذره، قال: ما أستطيع، لو تكلمت تسجنون، لو تكلمت تعذبون، ما أستطيع. فإن أقل شيء تغيره بقلبك، يعني تنكره وتكره المنكر هذا بقلبك، لتكون عندك شيء من الإيمان على الأقل. قال: ما أستطيع، أنا كله عندي واحد، يعمل خير ولا يعمل شر، كله سواء عندي، ما يهمني أنا. يقول: إذن ما عندك إيمان والعياذ بالله. قال: ما يهمني، يعني المنكر والخير والصلاح كل واحد عنده، هذا ما عنده إيمان. أما إذا كان عنده يغير المنكر بلسانه فهذا حسن، يغير المنكر بقلبه فهذا حسن،
يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، نقول هذا والعياذ بالله مارج، ما عنده شيء من الإيمان، ما عنده شيء من الإيمان. فتغير المنكر على درجات، الله جل وعلا جعله لنا تخفيفا لنا درجات. إذا كان المنكر عندنا في بيوتنا فيجب علينا أن نغيره ولا نعذر بتغيير باللسان. أما إذا كان المنكر عند الجار وأنت الجار ما تستطيع تغير المنكر عنده وإنما تنصحه، فهذا واجب عليك، تغيره بلسانك، تقول يا أخي هذا منكر ولا يجوز لك ولا لأولادك تعملون هذا وهكذا. إذا كان عند الدولة أو عند أحد ما تستطيع أن تقول له شيء، لو قلت له شيئا أخذوك سجنوك عذبوك، يقول إن استطعت أن تقول فبها ونعمت، ولو عذبوك، وإن لم تستطع فأنت معذور. حينئذ أذكر المنكر بقلبك، أبغض المنكر وصاحبه بقلبك. قال كله على واحد، ما يستطيع أبغض المنكر، يعمل منكر ولا يعمل خير كله عندي واحد. يقول إذن أنت ميت قلبك، ما في قلبك حياة، ليس أضعف أضعف الإيمان التغيير المنكر بالقلب. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. الشعب هذه كثيرة، 60 أو 70، يعني أنها درجات. أولها أول أعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة الحق، هذه أعلى درجات الإيمان، أعلى هذه الشعب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، يعني لو واحد رأى في الطريق أذى، حصات ولا عصا ولا شجرة وأزالها، هذه من الإيمان. إذا تركها في مكانها نقص إيمانه بحسب ذلك. أعلاها قول لا إله إلا الله. ومنها من هذه الشعب ما هو يذهب الإيمان كله بذهابها، ومنها ما لا يذهب الإيمان كله بذهابها، كإماطة الأذى عن الطريق، لو تركها ما ذهب إيمانه وإنما ينقص بحسبها. البضع ما كان من 3 إلى 9، 70 يعني 75، 73 وهكذا، أو 60 رواية أخرى 60 وهكذا. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء يمنع صاحبه من أن يتعاطى ويعمل الأشياء المنكرة الذي لا يكرها العقلاء. الصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف وصلة الأرحام وغير ذلك من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر يجب تغييره، فتغيير المنكر من الإيمان، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالله جل وعلا تدرج مع عباده، لأن من الناس من يستطيع أن يغير المنكر بيده، مثل الهيئة والآمرون بالمعروف والنهيون عن المنكر، يغيرون المنكر بأيديهم ويلزمهم ذلك. ومن الناس من لا يستطيع أن يغير، أو المنكر كان في دارك أو في بيتك تستطيع أن تمنعه، أو في ولايتك تستطيع أن تمنعه. منكر عند جارك ما تستطيع أن تدخل دار جارك وتغير المنكر، وإنما تناصح باللسان، تقول يا أخي اتق الله، ما يحل لك هذا، هذا منكر، هذا كذا، هذا حرام عليك وهكذا. إذا كنت لا تستطيع
لا هذا ولا هذا، فالدرجة الثالثة أضعف الإيمان، ما وراها بعد الإيمان حبة خردل، ما وراها شيء من الإيمان، تنكر بقلبك تقول الله هذا منكر منكر، هذا لا يجوز، لكني ما أقدر أقول شيء، لو قلت شيء يحبسون، لو قلت شيء عذبون، لو قلت شيء كذا كذا إلى آخر، يعذر نفسه. يقول إذا كان صادق هو معذور، فالله جل وعلا يقول يغيره بلسانه، يغيره بيده، يغيره بقلبه. أما إذا كان مثل ما ذكرنا عنه أولا، قال كل واحد هذا ما يهمن، كل يهمك من حلال هذا منكر، قال لا كل واحد يطيع ولا يعصي، كل واحد هو اللي يتحمل العذاب، أنا ما يهمن ذلك. يقول لا يا أخي ما يليق بك، يجب عليك أن تغير المنكر حسب استطاعتك. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف درجات الإيمان، وأن نؤمن بأنه قول وعمل واعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة، ولا نقول فيه غير ذلك كما قالت المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من أهل الملل الضالة. سيأتينا مذاهبهم إن شاء الله ونعرفها واحدا واحدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن التوجه إلى بيت المقدس من تحريف أهل الكتاب، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، هذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس أول ما ذهب إلى المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس وهو في مكة، ويستقبل الكعبة، يستقبلهما معا، كان يصلي عليه الصلاة والسلام بين الركنين اليماني والحجر الأسود، فإذا صلى بينهما كانت الكعبة بين يديه وبيت المقدس أمامه، فهو قبلة، وسماه الله جل وعلا قبلة، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فهي قبلة لكنها نسخت الآن، فلا يسوغ لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يستقبلوا بيت المقدس ولا غيره من الجهاد، وإنما يجب عليهم أن يستقبلوا الكعبة، إلا إذا كان في السفر والصلاة نافلة فيصلي حسب سيره ولا حرج عليه. يقول السائل: ذكر فضيلتكم مرجئة الفقهاء، لماذا سموا بمرجئة؟ مرجئة الفقهاء أخف من غيرهم، عندهم فقه بصيرة لكنهم مرجئة، يرجئون العمل يؤخرونه عن مسمى الإيمان، يقول يكون مؤمن وإن لم يعمل. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب التي تنصحون بها من أراد البحث عن أقوال أهل المذاهب في الإيمان؟ الكتب كثيرة والحمد لله، كتب العقائد كلها، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين هذا، وعندك مختصر شرح الطحاوية للعز بن علي بن عبد السلام وكذا، اللي كان يدرس في الكليات، يدرس في الكليات الشريعة واللغة العربية، توحيد شرح الطحاوية للعز بن للإمام العلي بن علي بن أبي العز وكذا، كلمة نحوها. يقول السائل: الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يسافر إلى بلده ثم يرجع للحج، هل يعتبر متمتعا أو ينقطع التمتع بمجرد السفر؟ إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلاده فهذا اعتمر عمرة مجردة،
ثم هو حسب ما يعود إلى مكة. إن عاد إلى مكة بحج فقط فهو مفرد، وإن عاد إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فهو متمتع، وإن عاد إلى مكة بحج وعمرة جميعا فهو قارن، أو بحسب عودته. هو انتهى تمتعه بسفره وعودته إلى بلاده ما يكون متمتعا بالعمرة الأولى، وإنما قطع التمتع بعودته إلى بلاده. ثم إذا رجع إلى مكة، إن رجع بعمرة متمتعا بها إلى الحج صح، رجع بعمرة، رجع بحج فقط صح، رجع بحج وعمرة صح. يقول السائل: أنا مقيم في مكة، وفي رمضان الماضي جاءت زوجتي زيارة وتعود إلى بلدها بعد الحج، فهل عليها شيء لو اعتمرت عمرة في أشهر الحج؟ نعم، لو اعتمرت في أشهر الحج فإنها تعتبر متمتعة، وعليها هدي التمتع لأنها ليست مقيمة في مكة. أما أنت لو اعتمرت معها لكونك مقيم في مكة فليس عليك هدي، وإن بقيت على عمرتها في رمضان وحجت بحج مفرد فليس عليها هدي لأنها لم تكن متمتعة، وإنما حجت بحج مفرد، فالعمرة التي في رمضان لا تكون تمتعا لأن شهر رمضان ليس من أشهر الحج. يقول السائل: إذا صام الإنسان كل يوم اثنين من الشهر، هل يكون ثلاثة أيام من كل شهر؟ نعم يا أخي، يكون ثلاثة أيام وزيادة، لأنه إذا صام كل يوم اثنين أو صام كل يوم خميس فالشهر فيه أربعة اثنينات إن لم يكن خمسة، والشهر فيه خمسة أربعة خميس إن لم يكن خمسة، وهكذا. فوإن دخل الشهر في يوم الاثنين فيكون في الشهر خمسة اثنينات، وإن دخل الشهر في غير يوم الاثنين فيكون في أربعة اثنينات، وإن دخل الشهر في يوم الخميس فيوم الخميس يكون خمسة شهر خمسة في الشهر، وهكذا. يقول السائل: هل تقبيل الركن اليماني يصل إلى التحريم؟ يعني هذا في مخالفة، أي الركن اليماني ما ورد فيه التقبيل وإنما ورد الاستلام، فعلى المرء أن يستلم ما أمر بالسلامة ويقبل ما أمر بتقبيله. والعبادات أيها الإخوة توقيفية، فلا يجوز لنا أن نتساهل ونقول هذا ليس من العبادة لكنه سهل، لا. فمعاوية رضي الله عنه حج في أحد السنين وكان معه ابن عباس في الطواف رضي الله عنهما، فاستقبل فبدأ بالطواف معاوية رضي الله عنه واستلم الركن اليماني والحجر الأسود والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر، استلم الأركان الأربعة. فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما هذا يا معاوية؟ لما تستقبل هذه الأركان؟ لما تستلمها؟ قال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر الركنين الشاميين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بالاتباع. قال: صدقت. وصدق معاوية لابن عباس رضي الله عنه إنكاره عليه في تقف السلام الركنين الشاميين. فالله جل وعلا تعبدنا نحو الكعبة بأمور وعبادات متعددة، منها الطوابها كلها، ومنها الاستلام والتقبيل، وعدم الاستلام وعدم التقبيل. فالركن اليماني
الأبد من ركن الحجر الأسود يسلم أو يقبل أو يشار إليه. كل واحد من هذه أي واحد شيء حصل لك زين. الركن اليماني السلام فقط ولا تقبيل. الركنان الشاميان لا السلام ولا تقبيل، لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم داخلات عن الكعبة. فابن عباس رضي الله عنهما أنكر على معاوية استلامه الركنان الشاميان، قال ما هذا يا معاوية؟ فعرفها ابن معاوية وقال ليس بالبيت شيء مهجور، أي ما نهجر هذين الركنين. قال عليه الصلاة رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال صدقت، ما وسعه إلا أن يصدق لابن عباس رضي الله عنهما. فأنا أقول ما يحسن التقبيل، ولا نقول إنه يصل إلى حد التحريم أو نحو ذلك أو الإثم، وإنما السنة عليك بها. يقول السائل هل تقبيل الركن، يقول السائل هل يجوز إلصاق الصدر بالكعبة والدعاء والتضرع؟ هذا يسمى الالتزام، أن يلتزم المرء الكعبة، يعني يلصق صدره وذراعيه وخده ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. هذا الالتزام وفي مكانه حسن، مكان الملتزم من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب. هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستلمونه ويستقبلونه ويلصقون صدورهم ووجوههم فيها ويدعون الله جل وعلا عند القدوم وعند السفر. عند القدوم إلى مكة يلتزم المرء، عند إرادة السفر يلتزم، هذه سنة وليست بواجب. يقول السائل هل الصلاة في الحجر سنة؟ الصلاة في الحجر ما لا بأس، لا يقال عنها إنها سنة، يعني يستحب لكل إنسان أن يصلي، وإنما حسب ما يتيسر. إذا صلى فحسن، فهي مكان من الكعبة، مقدمة الحجر، مقدمة الحجر جزء من الكعبة إلى حد انحناء الجدار، كل هذا من الكعبة. فإذا انحنى الجدار من الخلف يكون خارج الكعبة، فسبعة أذرع أو ستة أذرع من مقدمة الحجر تعتبر جزءا من داخل الكعبة. فالله جل وعلا اختار إخراجها لتكون صلاة، وكان الصلاة الضعفاء والمساكين والذين لا يستطيعون دخول الكعبة فيصلي في هذا المكان كأنما صلى داخل الكعبة. ولا تجوز صلاة الفريضة في الحجر لأنه جزء من الكعبة، كما لا تجوز الصلاة داخل الكعبة. لا تجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة ولا في الحجر، وتجوز النافلة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ولم يصل الفريضة فيها. يقول السائل صمت أيام الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر من شهر ذي الحجة بنية صيام الأيام البيض، هل يحسن ويصح؟ هذه الأيام استحب صيامها كسائر الأيام، لكن ما يقال عنها إنها أيام البيض. أيام البيض 13 و14 و15 فقط، هذه أيام البيض، وسميت بيض لبياض ليلها بنور القمر من أول الليل إلى آخره. يقول السائل مررت على ميقات أهل اليمن يلملم، وكانت عند تقول السائلة مررت على ميقات أهل اليمن يلملم وكانت عندي الدورة الشهرية ولم أنوي الإحرام من هناك، وبعد مكوثي في مكة 6 أيام طهرت من الحيض وأرغب في العمرة، هل أحرم من مكان إقامتي من مكة أم أرجع إلى أقرب ميقات لمكة؟
هذه الحالة فيها تفصيل. إن كنت حينما وصلت إلى الميقات لملم عدلت عن العمرة لما وجدت نفسك حائض عدلت عن العمرة، قلت ما أحب أن أعطل رفقتي لأن حيضتي قد تتأخر ورفقتي يتعجلون بالخروج من مكة، فأنا ما أحب أن أؤخرهم، فعدلت عن العمرة، فيسر الله لأصحابها الإقامة في مكة حتى تطهر، فطهرت فلها أن تعتمر من الحل أو من التنعيم من أي مكان، لأنها دخلت مكة لم تنوي العمرة وعليها أن تحرم من الحل. أما إذا دخلت بنية العمرة تعرف أن رفقتها أو هي لا تنوي المغادرة إلا بعد أداء العمرة، فيجب عليها أن تحرم من مكانها الذي مرت به وإن كانت حائض، لكن لما لم تحرم يجب عليها أن تعود إلى هذا الميقات وتحرم منه وليس عليها شيء. فإن أحرمت من الحل وهي جاءت تنوي العمرة فيجب عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام، علما أن المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض أو نفساء وهي تريد العمرة أو الحج فيجب عليها أن تحرم وإن كانت حائض أو نفساء، فالحيض لا يمنع من الإحرام وإنما الحيض يمنع من الطواف، عليها أن تحرم وتبقى في مكة حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف وتسعى. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات، خرجت حاجة مع زوجها أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت ولدها محمد بن أبي بكر في الميقات، فأرسلت أبا بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرها أن تغتسل لتخفف أثر النفاس وتستسفر تضع لفافة على فرجها عن نزول الدم وتغتسل وتحرم من الميقات، تحرم من الميقات وإن كانت تعلم أنها لا تطهر إلا بعد الحج، فليس عليها بأس. هكذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها أحرمت من الميقات وهي طاهرة ثم حاضت فاستمرت على إحرامها حتى طهرت ثم طافت وسعت.